معكم في نشرة أخبار الثالثة مساء من قناة النادي الأهلي وإلى العناوين. محمود طاهر، الأهلي قادر على حسم اللقب في الدار البيضاء. الفريق الأول يختتم استعداداته للوداد الليلة. وتخصيص مدرجين لجماهير الأهلي في ملعب محمد الخامس. مجددا والى التفاصيل، يختتم الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي استعداداته لخوض لقاء الوداد المغربي غدا السبت في اياب نهائي دوري ابطال افريقيا. ويخوض الاهلي ميرانه الليله على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بعد ان خاض الفريق امس على ملعب نادي كهرماء والذي يبعد عن مقر اقامه بعثه الفريق في المغرب ب 30 دقيقه. عقد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مؤتمرا صحفيا في 9:15 مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة للحديث عن مباراة الفريق أمام الوداد المغربي. ويقام المؤتمر الصحفي في ملعب محمد الخامس والذي يستضيف مباراة الفريقين. حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرتين فنيتين مع لاعبي الفريق اليوم الجمعة استعدادا لمباراة الوداد المغربي. وعقد البدري المحاضرة الأولى مع اللاعبين عقب تناول وجبة الغداء اليوم، وستكون المحاضرة الثانية عقب الميران المسائي والذي يؤديه الفريق على ملعب محمد الخامس. الهولندي مارك فوتا المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي والمنتخب الأولمبي المغربي الحالي على زيارة بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي في فندق إقامتها بالمغرب. وعقد فوتا جلسة مع لاعبي الأهلي عبد الله السعيد عمرو السولية، حيث سبق أن أشرف على تدريبهما خلال فترة تواجده بالنادي الإسماعيلي. وأتمنى فوتا للثنائي السعيد والسولية التوفيق في مباراة الوداد المغربي والتي تقام مساء غد السبت على ملعب محمد الخامس ضمن إياب الدور النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا. أشهر
الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والوداد المغربي عن ارتداء الأهلي للزي الأزرق كاملا خلال المباراة والتي تقام على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. وحضر الاجتماع الفني سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي مدير العلاقات الخارجية، ماهر عبد العزيز إداري الفريق، ووليد مهدي مدير إدارة المباريات. وشهد الاجتماع الفني الاتفاق على تحرك الفريقين إلى الملعب قبل المباراة بساعتين ونصف على أن تتحرك البعثة الإعلامية إلى الملعب قبل اللقاء بثلاث ساعات. وليد مهدي مدير إدارة المباريات بالنادي الأهلي أن نادي الوداد المغربي خصص المدرجين 17 و19 بملعب محمد الخامس لجمهور الأهلي والذي سيساند الفريق في نهائي أفريقيا. وأضاف مهدي أن المدرجين يسعان 2000 متفرج من جمهور الأهلي على أن يكون الدخول بجواز السفر كما حدث مع جمهور الوداد في ملعب برج العرب بمباراة الذهاب. خصص سعيد النصيري رئيس نادي الوداد المغربي مكافأة كبيرة للاعبي الفريق في حال تتويجهم بلقب دوري أبطال أفريقيا اليوم يوم السبت أمام الأهلي، وتبلغ قيمتها ما يقارب نصف مليون جنيه مصري لكل لاعب. ووعد النصيري لاعبي الفريق بمنح مكافأة إضافية في حال تسجيل أكبر عدد من الأهداف رغبة منه في ظهور فريقه بمستوى يليق بنهائي أفريقيا. وطلب رئيس الوداد لاعبيه ببذل قصارى جهدهم من أجل إسعاد جماهير الوداد من أجل تحقيق اللقب والغائب عن خزائن النادي طيلة 27 عام. أكد الحسين عموتة المدير الفني لفريق الوداد المغربي أن فريقه لن يتنازل عن اللقب الأفريقي أمام الأهلي. وقال عموتة في تصريحات لشبكة بي بي سي البريطانية أن فريقه يسعى للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا منذ عام 1992 حيث توج باللقب. وأشار عموتة إلى أنه طالب لاعبيه بالهدوء والتركيز الشديد والبحث عن تسجيل الهدف الأول، موضحا أن الفريق قادر على حصد البطولة. وجه الاتحاد المغربي رسالة لجمهور فريق الوداد قبل لقاء إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأكد الاتحاد على ضرورة التزام الجمهور بالروح الرياضية داخل الملعب وخارجه. وطلب الاتحاد الجمهور بإعطاء صورة حضارية تليق بسمعة الكرة المغربية خلال المباراة، كما طلب من لا يحمل تذكرة المباراة بعدم الحضور إلى الملعب لتيسير تنظيم المباراة. أعد موقع الرسمي الاتحاد الدولي لكرة القدم تقرير عن مباراة الأهلي والوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا والذي سيقام غدا على ملعب محمد الخامس في 10 مساء بتوقيت القاهرة.
وقال الاتحاد الدولي خلال تقريره عن المباراة أن الأهلي لم يقل كلمته بعد، لأنه لا يفرق بين اللعب داخل وخارج الديار. كان الأهلي قد تعادل في المباراة الأولى 1-1 وسط جماهيره، ويحتاج إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل الإيجابي بنتيجة أكبر من نتيجة الذهاب لحسم بطولة دوري الأبطال الأفريقي للمرة التاسعة في تاريخه. حقق فريق الأهلي لكرة القدم مواليد 2003 الفوز على فريق الدخلية بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على ملعب المؤسسة العمالية ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة منطقة القاهرة، فيما حقق فريق مواليد 2005 الفوز على نظيره مصر المقاصة بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف في إطار منافسات دوري منطقة القاهرة. وحقق فريق 2007 فوزا كبيرا على حلوان بنصف دستة أهداف، وفاز فريق 2008 على الإنتاج الحربي ب4 أهداف دون رد في إطار منافسات دوري منطقة القاهرة. المنتخب الوطني، حيث تلقى اتحاد الكرة تصميم قميص منتخب مصر من الشركة الراعية للملابس، والذي سيشارك به المنتخب في كأس العالم 2018 بروسيا في يونيو المقبل. وكشف إيهاب لهيطة مدير المنتخب أن الفريق سيحتفظ بألوانه في كأس العالم، حيث سيكون زي الأساسي هو الأحمر، بينما سيكون اللون الثاني هو الأبيض كما هو متعارف عليه. ويستعد المنتخب الوطني لخوض مباراته الختامية في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018، والتي ستقام بروسيا أمام المنتخب الغاني والمحدد لها يوم 12 نوفمبر الجاي بأرضية ملعب ستاد كيب كوست الدولي. مسؤولو شركة بريزنتيشن برئاسة محمد كامل تنظيم احتفالية تكريم منتخب مصر بالتأهل لكأس العالم 2018 بروسيا. وكشف كامل أنه تم الاتفاق على إقامة احتفالية مساء الأربعاء للمنتخب بعد تحقيق الحلم والتأهل لكأس العالم 2018 بعد غياب 28 عام بأحد الفنادق. وأضاف كامل أنه سيتم توجيه الدعوة لجميع الرعاة لاتحاد الكرة والمنتخب لحضور الاحتفالية، والتي تشهد العديد من المفاجآت. تلقى فريق الرجاء هزيمة مريرة على يد مضيفه طنطا بهدف نظيف اليوم الجمعة بسد الإسكندرية في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم. وسجل هدف طنطا محمد جابر في الدقيقة 75 من ضربة جزاء، وتعرض نصر رمضان لاعب الرجاء للطرد في الدقيقة 89، ورفع طنطا رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس بقيادة مديره الفني خالد عبد العزيز، وتجمد رصيد الرجاء بقيادة مديره الفني عماد النحاس عند 1 نقطة. أنا الالتزام دايما بتعلم.
ببص لقدام باكي، مش بس عشان حياتي، بحب الكوره، بطير بحلمي، وعندي هدف. أخبار الألعاب الأخرى، حيث خاض فريق ناشئات يد الأهلي مواليد 2006-2008 اليوم مباريات الجولة الثالثة من بطولة منطقة القاهرة، والتي استضافتها ملاعب كرة اليد بمقر النادي الأهلي في مدينة نصر. وفاز فريق ناشئات الأهلي مواليد 2006 على فريق المعادي بنتيجة 37-3، فيما فاز فريق مواليد 2008 على فريق المقطم بنتيجة 16-10. وأكد عاطف طه المدير الإداري لفرق الناشئات أن مباريات اليوم كانت في إطار الجولة الثالثة من بطولة منطقة القاهرة، وأن الفرق فازت في مباريات الجولتين الأولى والثانية. يخوض فريق الأهلي للتنس مواجهة ضد نظيره هيليوبلس في اللقاء الرابع بالدوري على ملاعب نادي هيليوبلس. وكانت فرق تنس الأهلي بقيادة شريف عادل المدير الفني قد حققت الفوز في اللقاءات الثلاثة الماضية بالدوري على صيد أكتوبر بنتيجة 7-3، وعلى الزهور بنتيجة 9-1، وعلى صيد القطامية بنتيجة 9-1. انطلق منذ قليل لقاء الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي ضد ضيفه الأولمبي في إطار منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني للدور التمهيدي لدوري المرتبط على صالة الأولمبي بالإسكندرية. وسبق لقاء مباراة فريق المرتبط تحت 16 سنة مع مرتبط الأولمبي في تمام الساعة الرابعة بنفس الصالة، وكان الفريق بقيادة إيهاب الألفي المدير الفني للفريق قد فاز على الأولمبي ومصر للتأمين والصيد في إطار منافسات الدور الأول من الدور التمهيدي للدوري المرتبط. كما فاز فريق المرتبط بقيادة أحمد إبراهيم مدرب الفريق على مرتبط الفرق الثلاث أيضا. توجت السباحة المصرية فريدة عثمان بجائزة أفضل رياضية في قارة أفريقيا عن العام الماضي خلال حضورها حفل جوائز أفضل الرياضيين في العالم على هامش اجتماع اللجان الأولمبية الوطنية أتوك بلتشيك. وأعربت السباحة المصرية فريدة عثمان عن سعادتها الكبيرة لحفظها الجائزة، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: المرة دي لأفريقيا تشرفت بتمثيل كل سيدات مصر والعرب وأفريقيا، شكرا لمنحي هذه الجائزة القيمة. يذكر طبعا أن فريدة نجحت في تحقيق إنجاز عالمي فريد بعدما حصدت الميدالية البرونزية في سباق 50 متر فراشة خلال مشاركتها في بطولة العالم للسباحة، والتي جرت في المجر مؤخرا لتكون أول سباحة مصرية تحصد هذا الإنجاز.
فاصل قصير ونعود إلى جولة في الملاعب العالمية. العالمية، حيث تفوق ستيفن شعراوي لاعب روما الإيطالي على المصري محمد صلاح في استفتاء أفضل لاعب بالجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وحصل شعراوي على نسبة 61% من أصوات الجماهير بعد تألقه مع روما وإحرازه أسرع هدف للفريق في المسابقات الأوروبية بعد مرور 39 ثانية فقط من مباراته أمام تشيلسي الإنجليزي. أشاد أرسن فينجر المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي بأداء لاعبه المصري محمد النني في مباراة الفريق أمس أمام ضيفه ريد ستار بالدوري الأوروبي والتي انتهت بالتعادل السلبي. وقال فينجر في تصريحات عقب اللقاء أن النني قدم أداء قويا في مركز قلب الدفاع واستطاع المساهمة في بعض الهجمات للجانرز، ورفع أرسنال رصيده بهذا التعادل إلى 10 نقاط في صدارة مجموعته ليضمن التأهل للدور المقبل من البطولة قبل مباراتين من نهاية دور المجموعات. فرناندو توريس لاعب أتلتيكو مدريد الرحيل عن النادي بيناير المقبل بعد تقلص فرص مشاركته مع الفريق في الفترة الماضية. وقالت إذاعة كادينسار الأسبانية أن توريس لم يعد يريد البقاء في مدريد، خاصة بعد اعتماد دييغو سيموني مدرب أتلتيكو مدريد على الثنائي أنطوان غريزمان وكيفن جامارو إلى جانب التعاقد مع دييغو كوستا. وأضافت الإذاعة أن توريس يمتلك عروضا للعب الدوري الأمريكي والدوري الصيني. وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة تهمة السلوك العنيف للفرنسي باتريس إيفرا لاعب مارسيليا. وأكد يويفا أن عقوبة اللاعب ستعلن عقب جلسة استماع يوم 10 من نوفمبر الجاري، وأنه من المتوقع إيقاف اللاعب لمباراة واحدة على الأقل. كان إيفرا دخل في شجار مع بعض المشجعين أثناء الإحماء قبل مباراة مارسيليا أمام مضيفه فيتوريا جيماريتش البرتغالي والتي انتهت بهزيمة مارسيليا بهدف نظيف. وقام إيفرا بالتعدي بالضرب على أحد المشجعين. شارك جارث بيل لاعب ريال مدريد اليوم الجمعة في تدريبات فريقه لأول مرة عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مباراة بوروسيا دورتموند مطلع أكتوبر الماضي في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا. ومن المتوقع أن لا يشارك بيل في مباراة ريال مدريد المقبلة أمام لاس بالماس يوم الأحد المقبل حتى يستعيد لياقته ويمكنه المشاركة عقب العودة من التوقف الدولي.
كان فيرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال استبعاد كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الأسباني من قائمة مباراتي السعودية والولايات المتحدة الوديتين ضمن استعدادات المنتخب البرتغالي للمشاركة في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا. وجاء استبعاد رونالدو لمنحه قسط وافر من الراحة بعدما ساهم في صعود منتخب بلاده للصعود إلى المونديال. وإلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية والبداية من بوابة الأهرام. طاهر يحضر ميران الأهلي استعدادا للوداد المغربي. ومن الجمهورية الأهلي يضع خطة النصر في ملعب محمد الخامس غدا. من المصري اليوم حسام بدري قبل مواجهة الحاسمة مع الوداد انتظروا 11 مقاتل. من الوطن سبورت دعم أوروبي وأفريقي للاعبي الأهلي قبل نهائي أفريقيا. ومن البوابة سبورت محمود طاهر ثقة كبيرة في لاعبي الأهلي بتحقيق اللقب الأفريقي. أما من فيتو فالبدري يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادا لمواجهة الوداد. ومن الوفد الأهلي يسمح للإعلاميين بالتواجد 10 دقائق بميران الأهلي في المغرب. من مصراوي تشكيل هجومي متوقع للأهلي أمام الوداد. في الجول البدري يتحدث عن جمهور الأهلي الخرافي في التتش واستغلاله معنويا. ومن يورو سبورت عربية تدريب سري للأهلي في المغرب واحتفال خاص بأزارو. أما من الأهلي دوت كوم فجمهور الأهلي يختار يسارية مومن في الوداد أفضل هدف في شهر أكتوبر. وقبل ختام نشرتنا مع فقرة زي النهارده، زي النهارده في 3 نوفمبر من عام 2002 الأهلي يفوز على مضيفه غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الممتاز. أحرز أهداف الأهلي أحمد بلال وجلبرتو وسيد عبد الحفيظ. النهارده ايضا في 3 نوفمبر من عام 2003 الاهلي يفوز على بلديه المحله بهدفين لهدف في الاسبوع الثاني من مسابقه الدوري الممتاز. احرز احمد بلال هدف الاهلي الاول في الدقيقه 8 من ركله جزاء، ثم اضاف وائل رياض الهدف الثاني في الدقيقه 44. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي. كل التوفيق غدا للفريق الأول. تسعى يا أهلي أفريقيا، يا أهلي دمتم في أمان الله.
في بطولة افريقيا لأول مرة. طويل الخطيب تاني طائرة مزيد وبعد الفرصة فرصة داخل نبدأ فرصة علوية عمك فاروق طارة بيركز ابو تريكا ويرميلا بطل المرمى الله بقى الله من ثواني بقولها نعملها وكورة خطيرة وكورة من وليد سليمان والهدف الثاني ست وليد على طول الكورة لمحمد ابو تريكا ادي عبد الله السعيد حركه حلوة قوي فتحي وادي ابو تريكا الله